السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاولوا نكملوا قيمه المعادله تاع الاعداد العقدي. المهم كنا وصلنا دابا كنا وصلنا لواحد المعادله غنتعلمكم دابا. كنا وصلنا للمعادله اللي كيقول لك قال لك اي زد ناقص جوج زائد اي عامل جوج اي زد بار زائد اي ناقص جوج تساوي صفر. هذا اش كيعني؟ هذا كيعني بلي اما هذا غيساوي زيرو او هذا غيساوي زيرو. هذا كلشي عارف فيكم. هذه كتعني بلي اي زد ناقص جوج زائد اي تساوي زيرو او جوج اي زد بار زائد اي ناقص جوج تساوي زيرو. تلقين ما درت لحد دابا والو. سانتوم درت لحد دابا هادي كتساوي زيرو او هادي كتساوي زيرو، يعني هادي كتساوي زيرو او هادي كتساوي زيرو. تلقين دابا سانتوم دابا نكمل ليكم هنا غندير اي زد كتساوي هاد جوج صيفطها للطرف الاخر غتولي جوج ناقص اي اي صيفطها سير للطرف الاخر او جوج اي زد بار غتساوي هاد ان صيفطها للطرف الاخر غتولي ناقص اي هاد جوج صيفطها للطرف الاخر غتولي زائد جوج. يعني اش غتولي؟ اي زد كتساوي جوج ناقص اي او جوج اي زد بار غتساوي جوج ناقص اي. تعرفي دابا هنا كاين اللي غيقسم على اي كاين اللي غيضرب في اي. دابا حنا شفنا قسمو على اي دابا نضرب في اي الا غلطتي الطرف اي اش غتولي هنا؟ غتولي هنا اي او كاري هي ناقص واحد يعني ناقص زد يعني ناقص واحد زد هي ناقص زد. اش كتساوي؟ هادي تي غنضرب في زد اي جوج ناقص اي اي هاي اي او هادي اش غنضرب في اي اي في اي هي اي او كاري هي ناقص واحد هي ناقص جوج عطيني هنا ناقص جوج زد بار غتساوي جوج ناقص اي فوا اي فوا اي يعني ناقص زد غتساوي غنشرو هنا بإي اي في جوج يعني جوج اي اي في ناقص اي ناقص اي او كار تافقي او ناقص جوج زد بار اي في جوج يعني جوج اي اي في ناقص اي ناقص اي او كار تافقي ناقص زد غتساوي هادي جوج اي اي او كار هي ناقص واحد في الناقص هي زائد واحد او ناقص جوج زد بار غتساوي جوج اي هي جوج اي ناقص اي او كار هي ناقص واحد في الناقص هي زائد واحد. تافقي نكملو غنديرو ناقص زد غتساوي غنسبقو العد هو الاول واحد زائد جوج اي تعقيم لا شوفوا سانتو سانتو مزيان هادي دابا هاد جوج مشات لهم ولات زائد جوج اي ملي مشات لهم ولات ناقص اي تعقيم بلا نشوف لكم زائد اي ناقص جوج ناقص جوج صافي هادي المهم هادي تعقيم هاد دابا سانتو دابا اش غتولي دابا ركزوا معايا دابا مزيان دابا هاد الناقص هادي دابا او نكمل او هي هذيك هي المرحله اللي درنا شوف درنا هذه صيفطنا الطرف الاخر جوج ناقص اي هاي جوج ناقص اي ضربنا في اي ضربنا الاطراف اي باش تولي هنا ناقص باش حيدو في اي ضربنا الاطراف اي متفقين دابا او نكمل او ناقص جوج زد بار اش غتعطينا سمحوا لي حقاش خاصني نبدا من هنا ناقص زد غتساوي واحد زائد جوج اي او ناقص جوج زد بار غتساوي واحد زائد جوج اي هاي تافقي دابا نكملو يعني زد غتساوي سنتو يعني زد غتساوي ناقص واحد ناقص جوج اي تافقي او
أو تصلتني بلاد سنة إف إي ناقص إي أو كان هي زائد واحد صافي هي هذه جوتي نضرب الأطراف إي إي أو كان هي ناقص جوج إي في جوج هي في إي ناقص إي أو كان هي ناقص واحد زائد واحد هي هذه هي هذه هاد ناقصها نصيفط للطرف الآخر أش غتولي جوج ولا غندير زيد بار غتساوي تاقي زيد بار شحال غتساوي هي واحد زائد جوج اي مقسومة على ناقص اثنان تاقي ولا لا درت الحد دابا والو شوف نعاود نشرح لكم دابا الحد دابا والو اش كانت عندنا اي زائد ناقص جوج زائد اي تساوي زيرو جوج اي زيد بار زائد جوج زائد اي ناقص اي تساوي زيرو صيفطنا هادشي للطرف الاخر ولاد ناقص اي زائد جوج تافقي انا دابا حنا دابا نشوفو في هاد الشيء زائد اي ناقص جوج تافقي ركزوا معايا دابا مزيان هي هادي صافي هي هادي صافي ركزوا معايا دابا مزيان ركزوا معايا دابا مزيان صافي هي عندنا صحيح زائد اش كتساوي ناقص واحد ناقص جوج اي او زائد بار هاد الناقص هادي غتطلع لفوق غتولي ولا تقدر تفك بلا ما تطلع الفوق غير تفك كشتول واحد على ناقص جوج زائد جوج على ناقص جوج اي تاقي اللي زاد غتولي تساوي ناقص واحد ناقص جوج اي او زاد بار غتساوي ناقص واحد على جوج ناقص اي حقا جوج مع جوج هي واحد مع ناقص هي ناقص واحد هاي اللي زاد غتساوي ناقص واحد ناقص جوج اي او واش مجهول هو زيد بار ولا زيد قلت لك ديما مجهول هو زيد يعني زيد كتساوي ناقص واحد على جوج زائد اي ديما كتبدل هاد المعامل اللي كيحدا الاي ناقص كتردو زائد انو اس مجموعة الحلول هي ناقص واحد ناقص جوج اي فاصلة نقطة ناقص واحد على جوج زائد اي صافي هانت ساليت دابا تشاقي حنا سالينا دابا حلينا دابا المعادلة تشاقي دابا غنمر لمعادلة أخرى غنمر ندوز لكم معادلة أخرى صنتو لي بصح صبر باش ندوز لمعادلة أخرى صنتو لي المعادلة اللي غندوزها صنتو دابا عطاك صنتو مزيان عطاك ثلاثة إي ثلاثة إي ثلاثة زائد اسمحوا لي ثلاثة زائد إي زائد بار ناقص خمسة زائد سبعة تساوي زائد غدير ثلاثة زائد إي زائد بار تساوي خمسة تصيفط للطرف الآخر خمسة ناقص سبعة هاد سبعة تصيفط للطرف الآخر يعني زائد بار غتساوي خمسة زائد ناقص سبعة إي على ثلاثة زائد إي ضرب ولا قسم ضرب ولا قسم غنضرب هادي غنضربها في المرابط شاطر هي ثلاثة زائد اي عامل ثلاثة ناقص وطلع الفوق غتبقى خمسة ناقص سبعة اي عامل ثلاثة ناقص اي ضربها طلعنا الفوق هذه متطابقة هذا اش كتساوي التحتانية هي ثلاثة او كاري ناقص اي او كاري يعني ا زائد بي عامل ا ناقص بي او كاري ناقص بي او كاري هنا غتشوف خمسة ثلاثة خمسطاش خمسة اي ناقص خمسة اي سبعة في ثلاثة ناقص واحد وعشرين اي سبعة اي ناقص ناقص زائد سبعة اي في اي هي سبعة اي أس اثنان شافو دابا غنمسح هاد الصبورة باش نكمل لكم هنا دابا هادي شحال تولي بطبيعة الحال غتساوي هادي زائد بار ثلاثة أوكار هي تسعود ناقص ناقص واحد حقاش اي أوكار هي ناقص واحد دابا 15 ناقص 5 اي ناقص 21 كتاخذ اشاره العددين وكتسب المجموع يعني 21 زائد 5 شحال هي 26 هي 26 اي اي وكار هي ناقص 1 مع زائد 7 هي ناقص 7 اش غتساوي
9 ناقص ناقص زائد 9 زائد 1 هي 10. ها هي 10. 15. 15 ناقص 7 شحال؟ 15 قسم من 7 هي 8. حقاش 7 زائد 7 هي 14. ألف زائد واحد هي 8. ها هي 8. هي 8. هي 8 ناقص 26 كتساوي 8 على 10 ناقص 26 على 10 اي. غتحسب هادي في الكالكول، غتحسب 8 على 10 شحال خصك؟ 8 بقا تختزل بجوج وغتبقى لتحت. 5 وفوق 4 ناقص تي هادي جوج فاش غتضرب بلاتي، تي هادي غتحسبها في الكالكول، تي هادي غتحسبها في الكالكول. نحسبوها في الكالكول هادي، ناقص 26 على 10 ناقص 26 على 10 ناقص 26 مقسومة على 10 هي ناقص 13 على 5. ناقص 13 على 5 ناقص 13 على 5 اي. هذه هي الزد بار تافقين. اذا الزد كتساوي 4 على 5، 4 على 5 زائد 13 هذه 13 على 5 اي تافقين. اذا من خلال هادشي كتنتج ان اس مجموعة الحلول هي 4 على 5 زائد 13 على 5 اي. هاهي تافقين ولا لا؟ تافقين حتى في هاد المثال تافقين. دابا غنمسح السبورة باش ندوز لمثال اخر. المثال اخر اللي غندوز ليه هو عطاك جوج زاد بار كتساوي 5 ناقص جوج، يعني زاد بار كتساوي 5 ناقص جوج مقسومة على جوج، يعني زاد بار كتساوي 5 مقسومة على جوج ناقص جوج مقسومة على جوج. فرقنا هادشي كتساوي 5 مقسومة على جوج ناقص جوج هي واحد. هادي زد بار، زد بار ها تافقين. إذا زد إيش كتساوي؟ 5 على جوج زائد إي، ومنه إس ولات عندنا 5 على جوج زائد إي. ها تافقين في هاد المثال ولا لا؟ تافقين.